رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. استنكارا للإساءات المتكررة لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله العزيز من قبل صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية وبعض الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا والدنمارك وأمريكا، نظمت اليوم وقفة احتجاجية لقناة النهار عراق أمام السفارة الفرنسية تنديدا للإساءة لنبي الإسلام والمسلمين والتي تعد تجاوزا على المذاهب والأديان. أنا أعتقد إحنا كمؤسسة إعلامية، مؤسسة النهار بشقيها قناة النهار وجريدة النهار، تستنكر جميع الممارسات لوسائل الإعلام الفرنسية التي اقترفت ضد الرسول الأكرم بإساءتها للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولا أعتبر هذه إهانة للمسلمين وتعدي على المسلمين. فكمؤسسة إعلامية قمنا بإحراق العلم الفرنسي ردا على هذه الإساءة، وسنقوم باعتصامات وتظاهرات إلا أن تقدم السلطات الفرنسية بالاعتذار إلى كافة المسلمين في العالم. تعلمنا من خلال قراءات للشارع العراقي قيام بعض المؤسسات الإعلامية الأجنبية خاصة برسالة لشخص الرسول الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الرسالة تعتبر رسالة لجميع المسلمين. لذا ندعو الإعلاميين جميعا والحكومات الإسلامية والعربية للقيام بالاستنكار الكبير وحرق العلم الفرنسي أمام السفارة، استنكارا على ما قام به الإعلام الفرنسي والتجاوز الكبير اللي حدث للإسلام والمسلمين، ونطالبهم بالاعتذار فورا من قبل الأجهزة الخاصة بالسفارات الفرنسية الموجودة في الأقطار العربية القيام بالاعتذار للمسلمين على ما قام به هؤلاء الأوغاد من الإعلاميين المعادين للإسلام والمسلمين. احنا محمد صلى الله عليه وسلم صفت الله في خلقه، أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى على الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، من إساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إساءة لكل الإسلام. عجبا نتعجب على المسلمين في بقاع الأرض كلها اللي يشكلون أكثر من مليار ونصف نسمة، أن ما يستنكروا هذا العمل السيء، والله يحاسبهم رسول الله يوم القيامة إن شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأعراب والعدم. محمد أول ما جل جلال الله سبحانه وتعالى اختص نبي لهذه الأمة، وكان الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني خير الأديان هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبقى كما قال الإمام علي عليه السلام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنطالب فرنسا أن تسحب كلامه وتعتذر من كل المسلمين في العالم. نحن ندين حكومة فرنسا على هذا العمل. نحن المسلمين كلنا ضد الإرهاب، كلنا ضد الإرهاب وكلنا مع الحق، لأن الإسلام دين سمح، فلا يجوز على حكومة فرنسا على هذا التعامل مع دين الإسلام، إلا أنه رسول الأمة، رسول الأمة الإسلامية، رسول كل الإسلام، فلا يقارنون نفسهم بالإسلام، لأن الإسلام هو دين الحق. دين ونستنكر بشدة الإساءة إلى نبي الرحمة والإنسانية الرسول الأكرم نبي الله. بالإضافة نحن يعني نأسف إلى بعض القنوات العراقية والعربية والمؤسسات الإعلامية هذا الصمت العجيب والغريب، وأيضا من الحكومة العراقية. يعني احنا عندنا أكثر من 100 قناة فضائية، هذا الصمت العجيب لإساءة للرسول الأكرم، لإساءة لجميع المسلمين، إساءة لجميع يعني الإنسانية. فاحنا أيضا نطالب القنوات الفضائية العراقية والقنوات العربية بال يعني التظاهر والاعتصام أيضا، لأن الرسول الأكرم رسول الإنسانية جمعا. وأيضا نطالب الحكومة الفرنسية بالاعتذار، ونطالب الحكومة العراقية بتقديم طلب استنكار على هذا الفعل. الإساءة على الرسول هي إساءة على المسلمين جميعا، فنطالب من القوات الفرنسية والدولة الفرنسية أن تقدم اعتذار رسمي إلى المسلمين جمعاء، ونقول نحن كقناة النهار العراق نقول ونندد بهذه الإساءة للرسول الأكرم. المتظاهرون طالبوا بالتدخل لإيقاف هذه الإساءات للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين والذي بعث هداية ورحمة للعالمين، فضلا عن المطالبة بتقديم اعتذار رسمي من الحكومة الفرنسية ومحاسبة الصحيفة وإغلاقها. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تجمعنا اليوم سنة وشيعة كلنا عراقيين أمام السفارة الفرنسية لنستنكر هذا العمل، ونطالب السلطات بالاعتذار فورا. مثل ما احنا نحترم باقي الأديان ونحترم كل واحد
ولا عقيدته ولا فد رايه، هم هم لازم يحترمون، فاذا ما يحترمون خد تطلع السفاره من عندنا. هي كل انسان يعني يحكي على الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يرجع يعتذر ويقول انا، ويكتب، مو بس يعتذر، يكتب بنفس الصحيفه، مو بس الاعتذار، يكتب انه هذا رسول منزل من الله واحنا نعتذر لانه احنا ما كنا فاهمين. هسه بدينا نفتهم، لانه لازم يفتهمون، انتم لازم تنشروها يفتهمون شنو القيمه هاي، قيمه يعني فد شيء ممكن الواحد يتخيل. رسائل شخص رسول هي محرمه مو بس عند الاسلام، انما عند جميع الاديان. مثل ما نعرف انه حقوق الانسان عنده يطالبون بجنيف انه منظمه حقوق الانسان، حريه التعبير وحريه الكلام لكل شخص، يجب ان يكون هناك وقفه لتحريم الاساءه لشخص الرسول والى جميع المقدسات، ليس فقط انه لجميع الاديان تكون محرمه. ونطالب انه السفاره الفرنسيه بتقديم الاعتذار للاسلام وللشخص الرسول الكريم. رسالة لكل المسلمين وكل النجباء وكل الشرفاء بالعالم، لان النبي الاكرم نبي الاسلام نبي الحريه بالعالم، فإساءة كلب الكلاب فرنسا يطلعون مظاهرات والنبي العظيم ساكتين ساكتين المهل، عرف عليكم عار على الحكام العرب. طبعا كل احنا نرفض هاي الاساءه وكل احنا ضد هاي الاساءه، ولازم نتكاتف ايد وحده كل الدول الاسلاميه وما نسكت عن هاي الشغله. طالب الحكومه الفرنسيه بالاعتذار للحكومه العراقيه وكل الدول الاسلاميه للاساءه للنبي محمد الرسول عليه السلام. مستنكر بشده كل ما قام به، وهاي تعاون اكو ولوبي صهيوني هو اللي يقوم بهاي، وبدليل انه كل اللي ماتوا هم يهود ولم يكن فيهم مسلم واحد. شكرا. طالباتك للحكومه الفرنسيه يجب الاعتذار للمسلمين كافه وليس لطائفه معينه او مذهب معين. والله احنا بدورنا كمسلمين نطالب السلطات الفرنسيه بتقديم اعتذارات للجاليه المسلمه، ومو بس العراقيين، لان اكيد النبي صلى الله عليه وسلم يمثل امه مو فقط العراقيين. ونطالب جميع الدول العربيه المسلمه بان تتظاهر ضد هذه الاساءه ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. مناشدات ومطالبات بالعمل عن الكف عن هذه الممارسات التي تهدف إلى تشويه ديننا الإسلامي، مما سيخلق أجواء من الفرقة والخلاف والعداء بين الشعوب، والعمل على نبذ هذه الإساءات وإدانتها. شيماء كريم، قناة النهار، عراق الفضائية. محمد حبيب الله، لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، لا إله.